في سياق آخر، قال مدبولي إن هناك متابعة مستمرة من الرئيس السيسي للموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها حاليا بمحافظات المنطقة الشمالية، لما ستحدثه من نقلة نوعية بوجه عام. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح. وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أهمية وضخامة المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا بمحافظات المنطقة الشمالية، والتي سيكون لها مردود إيجابي واسع على توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وأكد الإسراع بخطى التنمية.